أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاءً كدعاء الغريق. هذا الأثر صحيح، وهذا الأثر به مواعظ وعبر مختصرة. الخامس عشر: الموفق من ثبته الله عز وجل في زمن الفتن، فتن الشبهة وفتن الشهوة، فإنه إن وفق، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذه الساعة المباركة من الموفقين، إن وفق نال الإمامة في الدين، نال الإمامة في الدين. في زمن الفتن تنال الإمامة لمن وفقه الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، انظر، يهدون بأمرنا على طريقة الكتاب والسنة، يهدون بأمرنا لما؟ بأمرين: لما صبروا عن فتن الشهوة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبروا عن فتنة الشبهة لما عندهم من العلم اليقين التام الكامل المستلزم للعمل،